مش مصدقة ان مشهد في فيلم ممكن يخليني اقف قدام الرئيس، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتكرم كلنا من ابطال اكتوبر، ويعني كان في ابطال اكتوبر لسه موجودين. رئيس ساعة الحضور، سادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر في خير وسلام وأمان. الممر كان طريق عبرت بيه مصر والأمة العربية من لحظات الانكسار للحظات الانتصار. وأنا في فيلم الممر كان ليا الشرف العظيم أني أجسد زوجة المحارب، المرأة المصرية العظيمة اللي معدنها الأصيل بيبان في المحن والصعاب. المرأة التي هي حصن وسند لبلدها وأهلها، دورها لا يقل أبداً عن دور المحارب، سواء كان أخوها أو ابنها أو شريك حياتها، بتضحياتها، بقوة تحملها، بدعمها، بحبها وبإيمانها، بيقدر يقوم بمهمته على أكمل وجه. تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية العظيمة. تحية إجلال وتقدير لمصر بقواها الصلبة والناعمة، وتحية إجلال وتقدير للجيش المصري الأبي العظيم. سيناريو الفيلم، يعني الفيلم كان ممكن يبقى وهو فيلم حربي عسكري، يعني على الجبهة، فكله رجال وكله أسلحة ومعدات ثقيلة، بس اللي كتب الفيلم عنده يقين جدا، وعلى رأسهم طبعا شريف عرفة، انه لو ما كانتش البيوت فيها زوجات مخلصات فاهمات للموقف طبعا، مقدرات لظرف البلد وظرف الزوج، ما كانش ينفع يبقى في انتصار على الجبهه. يعني كمان الفيلم تعامل بذكاء شديد مع صحيح، لانه فعلا ما احنا بنفكر دايما في الحرب او في على انه الرجاله في الجبهه زي ما بتقولي، بس هي الحرب اي حرب يعني، لكن حرب نصها أمهات وأطفال لوحدهم شايلين المسؤولية لوحدهم، أمهات بتربي أطفال لوحدهم. والأستاذ شريف كان يعني عنده يقين. أنا حتى قلت له أستاذ شريف، هل الناس هتفهم من مشهد واحد هتفهم رسالة الست دي؟ قال لي هتشوفي. شاف كابوس، بس شافه هو صاحي، والكوابيس اللي بتيجي وإحنا صاحيين دي بتيجي للكبار، الكبار اللي شايلين المسؤولية وحاسين بيها، بس الكابوس ده ممكن يتحول لطاقة جواهم، ممكن يخليهم أقوى، يخليهم البطل، ينصر الحق ويهزم الأشرار. احنا بقى نصبر عليهم، نفضل جنبهم، عشان احنا عارفين ان ده كابوس. كابوس هيعدي، والله العظيم هيعدي ان شاء الله. ست هند صبري زي ما بيقولوها في مصر. ست هند صح؟ ايه يعني السيدة هند صبري. اول ما قدمتك يا هند قلت ان انت نجوميتك مش منحصرة في بريق نجومية الممثلين والفنانين، وهي نجومية حلوة وجميلة جداً طبعاً. إنما أنت نجوميتك متسعة أكتر، نجوميتك لها علاقة بطريقة تفكيرك، بنمط حياتك، بنواياك الصادقة اللي بتحاولي أن أنت يعني تتبعيها، وبالتالي طول الوقت ما بحسش أن معايا فقط فنانة، يبقى دايماً عندي إنسانة لها عمق ولها بعد ولها طعم فيه الطيبة والعقل واستشراف المستقبل. فخورة بوجودك معنا دايما. أنا اللي سعيدة بجد والله، دايما كل ما باجي هنا فخورة بيكي، مصرية تونسية. وبعدين صحيح إن الحلقة كانت كلامها جد جدا، بس هند جايبة هدية لكل جمهورنا النهاردة. مجموعة من منتجات جارنييه، مجموعة من منتجات جارنييه هتتوزع على كل واحد موجود النهاردة، كل واحد وواحدة. هي منتجات نسائية بس،
منتجات نسائيه بس، لكن ممكن الشباب ياخدوها لمامته لخطيبته لاخته. يعني هندي البنات والولاد ولا البنات بس؟ لا لا على فكره الموضوع مرهون بقرار هند. ايوه لا لا هندي كله طبعا وانتوا تتصرفوا. منتجات جميله وفي جدا بحبك وانا كمان بحبك.